ويلكم باك يا جماعة للحلقة، وأشكر كل واحد يتابع السلسلة من سيتي سكاي لاين. ونبدأ من جديد، مش من جديد، لا المدينة ما أنا بكملها في الواقع، بس مسوي مدينة في منطقة جديدة شوي. خليك على الأرض أنت، خليك على الأرض، خليك على الأرض. ليش تحت الأرض؟ نتقبل، نحاول نسويها منطقة ساحلية. يا الله ما الليل إلا الحين، صح؟ تعال هالمكان شوفي شو مشكلته. ما عندهم عمال، ما عندهم عمال. لما نبدأ المدينة هاي شكل بحط شوي عمال هني لين الوضع هناك يهدى. هذا خلنا نكمل عسب يتوسع. ويلكم باك، طبعا الحلقة جديدة من سيتي سكاي لاين، وكالعادة بنسوي الحين مدينة جديدة، لكن المدينة هاي اللي هي حاليا راح تكون غير شوي. طبعا هاي المدينة سويناها بعد الجسر، وما بسوي نفس الديزاينات من اول وجديد، فقلت لازم نغير شوي وضع المدينة هاي على ون واي رود. طبعا كلكم تذكرون المناطق هاي، عندنا مناطق وايد، لكن ابغى اسوي منطقة هني على البحر، واسوي سفن، واسوي سفن حق المنطقة هاي، واذا قدرت اذا طلع في درب بنسوي سفن حق المكان هذا، بيكون شيء ممتاز، بيكون شيء ممتاز، بنقدر ناخذ راحتنا. يعني جماعة قاموا يحصلون موظفين ولا بعدهم؟ Not enough workers, make sure there are freers, dentals to allow people to the city. الصراحة يعني ما اقدر، يعني صراحة موضوعكم طويل. لا بس المدينة الجديدة موفر لهم كل شيء. الجماعة هنا بنوا عندهم، والله لكم عليه، المطافي ما فيه. ازيد كوست ولا خله؟ سيارة المطافي مفروض توصل. هاي بعد منطقة تشجير حق شو يبون كل هذا موظفين؟ خبروني حق شو يبون كل هذا موظفين. هاي المنطقة ما ضبط وضعها معي، ترى ما ضبط وضعها معي ابدا. خلنا نضبط شوي، خلنا نضبط، خلنا نضبط شوي، منطقة فوق منطقة تحت شوي. زين الخطة، قولوا لي شو الخطة، انا بخبركم الخطة. شو الخطة؟ كالتالي، خلونا اوسع مكان. ها هني بيوت بتكون، بيوت من تحت لين فوق بنبنيها، بس لازم يكون شوي شي حكيم، لان اذا خبصت الموضوع هني راح تستوي مشكلة وياي الصراحة، وانا عارف هالشي. في شي نحطيه حق الماي نحن، خلنا نشوف روم احطيه هني. شور لاين ريكويرد، طبعا ما قلت اكيد ما اقدر احطه هني طبيعي، لان انا بحطه هني فما يستوي احطه هني، هذا شيء طبيعي. خلينا نحط اشارة، شو رايكم نحط اشارة؟ نحط اشارة هني، نلف شوي التصميم. هذا الشارع الرئيسي بيكون، كالعادة الشوارع هي قسمها نحن. هذا أول شارع مع الخط، مع الخط ممتاز. هذا الشارع الخط أنه ينزل بهاي الطريقة. بنعدل حول الأرض شوي، لازم هالمدينة تكون حلوة. المدينة على البحر، موقع رومانسي، موقع مضبوط، فلازم تكون منطقة حلوة. يعني هدي اللعب شوي، هذا بداية المدينة الجديدة، المدينة اللي راح تستوي شي جدا جميل. الشارع زين، اعتقد لازم كل الشوارع زينة. تعبنا من كل المدن نفس الشي، تعبنا تعبنا. انا اشوفه هني، ايوه اوكي احسن، احسن شوي شوي احسن.
مش وايد، شوي احسن. اذا ناخذ الخط المايل الثاني، نشوف نقدر نميله مع الشارع هذا. اوكي ممتاز، نقدر نبني بيوت. نبني بالخط الثاني، نقدر نميله بما فيه الكفاية. نزل شوي، شوفوا شوفوا الحين، ها الترتيب، ها شغل ترتيب استوى الحين عندكم. في ناس بتسكن هني، في ناس بتسكن هني. هو فعليا انا مش محتاج الشوارع كلها كبيرة ترى، يعني قاعد اسوي شوارع كبيرة بدون حاجة لها. يمكن الفلوس لعبة دور مخلتني اخترش، يمكن ما اعرف، بس لازم تكون مدينة يعني شوي غير، شوي مختلفة. ليش الظلام وايد عندنا؟ الناس قاعدة تموت، الناس قاعدة تموت. ليش الناس قاعدة تموت؟ عندهم صحة، عندهم مقابر، عندهم. خلنا نوفر لهم. نوفر لهم شوي مقابر زيادة. بس مش اوكي الناس قاعدة تموت، يعني مش اوكي، ابدا مش اوكي. شي مزعج. جراوند بولوشن. هل معنى بيموتون لانهم عندهم المزبلة؟ بس عندهم صحة، حطي عيادة ثانية تغطيهم، بعد ما بتغطيهم لأن شغلانة. هلا شوف ممكن ينقص عدد اللي يموتون الحين، الحين غيرناه شوي. بني بالكم وركر، ما ياسين نشتغل على مدينة نحن الحين، هسه نشتغل على مدينة. وعندكم بس ليش يموتون؟ هني بعد نسبة الوفيات زايدة. مدينة تعبانة ترى، ها مدينة هاي تعبانة صراحة. أنا ما نجحت في تصميم المدن أبدا أبدا. يا الله ما عندهم مستشفى يغطيهم، فاير ستيشن. ها صناعة البترول بعد، قلنا لهم احنا مدلعينهم، قاموا يدلعون بزيادة. انا حاطي مستشفى جنب الفاير ستيشن، نتمنى ان ما يموتون اكثر من هاي اللي يكفون. نتمنى يعني ان الوفيات مش زينة ابدا للمدينة، ابدا مش زينة. نزيد شوي مهني، خلنا نبني بيوت عنده. حلو، نقص مهني، نزيد امتداد الشارع. امتداد الشارع انا سنزل ولا طلع؟ يوه بي بالعيد، اقدر ابني بعدي؟ اوكي لا لا لا، اوكي 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 اوكي، نجيت منها والله اني جاي بالعيد. خلينا نحاول نوفر مساحة شوي، نتذكر هنا تكون زينة. لا بعدها زينة، بعدها زينة، ممتاز. طبعا تعديل الارض شوي لازم اخذ وقتي فيه، نسوي مدينة طبقات وننزل مدينة لين تحت، ونسوي لنا قوارب، وقوارب بتروح بترد، بتجيب الهاي العمال بعد. بس المشكلة
انا ما اعرف اذا الغبار بتكفينا كلنا. خلينا نحط اساسات المدينة، بنشوفه. حط الاساسات شوي بيطول. نشوف، كان اختيار سيء. It wasn't an excellent choice, sir. Thank you to let me know. اوكي، مش غلط. هذا واحد، هذا اثنين. ليش ابني كل شوارع كبير؟ لحظة، خسائر هاي كلها. بس بسوي الشارع الرئيسي. تشوفون عندنا فلوس، لكن بنحط خدمات بعد شوي ترانا. نحطي على هذا الانجل، نحطي هذا. مدينة مثلثة، نحطي هذا هذا الانجل. اوكي، بسوي شارع مايل على البحر. تركزوا معي، راح يطلع شي فنان، شي فنان. شو مكانه ولا غلطة صراحة. حي اللي بيعيش هني صراحة، حية. بسوي شوارع صغيرة في الوسط. هذا العمال وغير الجماعة ما يحتاجون هالكم من الشوارع. وبغير، بجرب اغير طريقة الهاي واي اللي كنا نسويه، بستعمل الشغلات اللي عندهم. بس والله مش واثق في شغلهم الصراحة. انا ابدا مش عاجبني اني شغلهم هم. اذا بطلع هذا فوق يستوي، والله يستوي. بس اظن الشارع سوالي نفق. نايس، هذا اظن التول الجديد اللي نزلته سوى نفخ. نزلت مود على اساس نسوي شوارع احلى. تعبتوا نسوي لكم شوارع تعبانة. لازم نسوي لكم شغلات احلى كل يوم. ما يستوي كل يوم. ما تعبتوا من شغلات نفسها؟ لازم نسوي مدينة خرافية. في مدينة، مدينة تستاهل يعني. زين، هاي بتكون من الخارج، بس من داخل لازم اغير سيستم المدينة صراحة. بنسوي شوارع مضبوطة شوي، يعني شوارع اصغر، لان هذا كله كبير ما يفيد الصراحة. الا اذا تبون كلنا نسوي كثافة عالية. تحتها بتكون بيوت صغيرة، فوق بيوت عودة. يعني اذا فوق اسوي اللي هو البيوت هاي، مو بخسارة. بيوت سوي بيوت هاي، مو بخسارة ابدا. انا اشوف الصراحة انها مو بخسارة. فخلونا نستثمر شوي. هاي المنطقة راح تكون ضخمة، بس ابغى اسوي شي ثاني. المنطقة بحد ذاتها تي مو بتنفع. انا دايما عندي هاي المشكلة، دائما المنطقة في الوسط فيها مشاكل. مشاكل منو؟ زحمة. مشاكل الزحمة، خلنا نجرب نحط دوار. بطلع من الدوار امور، يعني انا بخبركم كيف. بجيب شارع، جرب شوي دوار بطريقة عصرية مناسبة للوضع الحالي. شارع سيدة، نحط شارع سيدة. وبنيب شارع ثاني نزله، ارفعه حبة، نزله
حبة ثانية. حلو، كان الله غفور رحيم. مش بالضبط، لكن لان هني ما روما بني شيء الحين، لكن هذا راح يسد الشارع الثاني مفروض نظريا على امل. يب يب نجيت. نسوي شكل عشوائي شوي. شوف المدينة هني مام، وضع صعب يا صديقي، وضع صعب يا أصدقائي، وايد صعب. شوف، أيوة أمور طيبة، بس ها ما يعتبر دوار صح؟ أبدا مش دوار، لكن اللي بيسويه دوار هو، أنا أشوف ذي بهني انجل. اوكي هي بهني ما يستوي. انجل يا جماعة مش دوار هذا، مش العيد. عيد بيتبرى مني، انا اقولكم. هو تخبيص الصراحة. مش بالضبط تخبيص، مش بالضبط. يعني الشارع مش انه يتشاهد، بس في مجال الناس تلف وتدور. يعني احنا لو نسوي شوارع بدون مجال، يعني فليش ما نختصر بعض الامور؟ يعني مثلا هذا انا بوصله بهالشارع يا اخي، بس ما ابغى اللي جاي من هالشارع مثلا يركبه. اوكي شو اسوي؟ بيبي حط الشارع ويبت العيد، نجيب شارع ثاني، انزل تحت انا فوق تحت. مشكلة ياخذون مساحة تصدقون، يعني اذا برفع جسر فوق هذا مثلا حلو. انتوا ركزوا معي بس، ويب هذا هني عندي مساحة ضايعة، بس هذا يعوض شوي، بس شوي تخبيص المدينة. اللي طالعها من فوق يعرف انه اني انا جاي بالعيد فيها، بس اذا ما يب المنظر من فوق امور طيبة. أمور طيبة. زين سوينا. أنا والله ما أعرف إذا أقدر أسميها، هذا مش دوار الصراحة، مستحيل حتى يكون قريب شيء اسمه دوار صراحة. يعني صراحة صراحة كلام مش كويس. زين إذا نجيب شارع السيد وأنزل هذا هني يستوي. أوكي أظني هني بنشوف اكبر خبصه في العالم ممكن تستوي. كل هالشاير، كل هالشوارع الرئيسيه ما بيعدون. اوكي احس دوار على اساس هم موصولين في بعض مصوبين. دوار ولا تفاحه؟ تفاحه، صور تفاحه. الله مش دوار، هني بيوت صغار ما بنحتاج المساحه اللي احتجناها هناك. اخ يالله بعفوك، ما يصير الوضع مش اوكي ابدا، ابدا مش اوكي بصراحة. ها هني بتكون محلات تجارية، لان بنسوي نحن قوارب، وهذا القوارب بيحتاجون مواصلات، بيحتاجون شيء، اكيد بيحتاجون شيء، يعني بيحتاجون خدمات حلوة. ما اظني التصميم بيكون احلى تصميم على اساس انا اسوي احلى تصميم. ها لا ما عليك، تحملوا العيد اللي انا جايب لنا شيء، مشكلة يزعل مني العيد اليوم صدقوني. خلنا نشوف جيد.
جيد، على أمل أنه يكون جيد يعني، كله على أمل. طبعا أنا رديت شكلي الأولد ستايل مالي. بنوصل 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 كل شيء، نوصل كل شيء. بسوي مينا بس مثل عالم الناس ترى، بسوي مينا زين، بسوي مينا. آخ يلا بعفوك، مشروع ما ظني كان مشروع ناجح. هالشارع حلو طلع، شوفوا مكانه، مكانه جميل. اللي بيروح المينا ما يستوي هني، بنعطيه زي على زاوية ما بين نفق، ما بين نفق وما بين، خلنا نشوفه من فوق يبين الصوب الثاني. لا طبعا ظلمة اكيد ما بيبين زين. اذا نسويه ببروش ونحاول ننظف البقعة شوي، نحاول ننظف البقعة بعد 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 شوي عشان ما اخرب المناطق. لا ما اخربها زين، ما اخرب المناطق، بس ابو وصلت، ابو وصلت، مو بالمكان مقطوع زين. طبعا الحين صناعية، صناعية ما بسويها الطريقة التقليدية اللي دوم اسويها، اللي منطقة وصناعية. لا بنمشي الصناعية هني وهني، صناعية كاملة هني، صناعية لين هني. بس هاي بنسويها عقب لان عندنا احتياجات ثانية الحين. بس لا مو بسويها عقب، ليش سويها عقب؟ هاي بسويها هني صناعية صغيرة ومكان حق الطاقة كهرباء يعني. لحظة خلني اجيب شارع اكبر يعني. بسوي الصناعية بطريقة ثانية، خلنا نشوف اذا هالتصميم مشي حاله زين. لا شوف خاطر اسوي موضوع مثلثات، وبنحط مكاتب بعد ترانا، شون صناعية اكثر من قسم مش بس هالسوالف. انا بس اللي ملعوزني كابلات الكهرباء ترى، انا مش بالع كابلات الكهرباء. شوفوا الحين مره مسوي مثلث، تسامحوني على الحركه او انا بتسامحوني ما عليه. شو احاول ابدع لكم اليوم في التصاميم التراني والله. طبعا لا تطالعون الشوارع اللي في الوسط، لان الشوارع اللي في الوسط الهدف منها شوي غير بيكون. ما بسوي شوارع كبار، اذا عندي شوارع في الوسط ابغى اغطيها. الشارع طبعا مش ون واي، يكون الشارع هذا بس، هذا بوصله الصوب الثاني، هذا بوصله، بوصله. يلا هذا شكل نجمة. ابى اسوي شوارع خمس منافذ، بس اخاف هني الاشاير يسوي لي ازمة في حياتي. انا الصراحة ما بازمة اشاير، ما با اي ازمة اشاير. بنبني بنبني شو بنشوف، سنرى ماذا سنفعل. خلنا نشوف، خلنا نشوف هذا هني. اوكي هاي بتسامحوني عليها. هذا شوي شوي الوضع يعني، التصميم مش افضل تصميم في العالم. انا مش احس، انا متأكد، انا متأكد انه مش افضل تصميم في العالم، بس افضل من شكل الاعتياد اللي دائما نحن نمشي عليه. شو شو بيكون، انا احسه بالنسبه لي افضل من شكل الاعتياد اللي دائما نمشي على نفس الشكل نفس الشكل نفس الديزاين نفس الديزاين. هذا بوصله هني، ما اظن هذا بيكون متقاطع عود بيكون هذا، انا متأكد. عقب ما بكسر صراحه، ما بقعد اكسر فيها. هذا هني بيكون البيوت اللي شوية أكبر، بيوت اللي هي كثافة عالية قلنا عنها تكون هني. بس هذا هني، هالشارع في وايد تقاطعات ترى، بيسوي أزمة. وهالجسر ما له داعي في الحياة، كل شيء ما له داعي. يمكن هذا ما ضبط، هذا يمكن أحسن شارع سويته هذا، هذا بعد جيد زين.
خطة الطاقة أول شيء بنحط الكهرباء بما أن هاي بتكون صناعيتنا. We will go tough with it الصراحة. تفرح تفرح أقولكم عادة بس توي تف. أنا اليوم مرة مشتري آخر الأرض. أوكي بسوي محطات الكهرباء هني. مجبور إن أخاكم لا بطلوا. هذا حطينا الكهرباء زين. وبنحطي خط مصانع هني على أمل المصانع هاي تنبني بشكل سريع. مكاتب بيوت طبعا انتوا الحين تعرفون خلاص ليش انا احط البيوت بالطريقة هاي. طبعا مرة ما مد اكثر بيكون شيء تو ماتش بيكون. وعندنا التلوث اللي ذابح الدنيا. ما الله ما ذابح الدنيا غير التلوث اللي مسوينه. مسكوا الحين هني في حركة ماي. خلني بدل الشغلة هاي لحظة. صح دربك طويل صح أدري نسيت الماي كالعادة. كالعادة نسيت الماي. بتقولون مش جديد أعرف. متعودين إني أنسى الماي خلاص. والله أتمنى بس يسوون ولا مود ولا أي شيء يخليني أسوي الماي مع الشوارع. ما بحط مي الا اذا احتجت مكان بعيد. صراحة عندنا نقص في المي. خلني دام عندي نقص في المي وين المدينة اللي اصلا كنت حاط فيها مي. مش هالمدينة هني كانت صح. وين انا كنت حاط المي الاساسي هني. هذي الهمها طبعا جاي بالعيد. اكيد جاي بالعيد اكيد. انا ما جاي بالعيد. لا خلو يكفي الماء يكفي. بنزيد انتاجية اذا شوي صار شيء. لازم اشيل الماء كله على فكرة. مسوي تسمم للشعب. لازم اشيل الماء كله من هناك احطه هني ولا مكان ما اعرف. لازم اتصرف. ممكن احط المجاري هني بس مش الحين. خلونا في مدينتنا. شو اسميها هاي مدينة المدرجة يعني ولا شو ولا شو المفروض اني اسميها. ابو كيبل كهرباء. كيبل كهرباء يا كيبل كهرباء. من وين امد لك كيبل كهرباء الحين. شوفوا 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 حاط منوي هناك عشان امد كهرباء من هني. شفتوا انتو كيف شفتوا كيف. لانه مو بخرب المنطقة وني. انزين الحين ببدا بحط سكان هني. طبعا مو بحطهم كلهم حاليا. يبون خدمات يبون دنيا يبون شو اسمه يبون اغير شوارع يبون. مش تعالوا حط أول شي نبي عيادة. شكرا. ونبى مطافي. ونبى على أساس إنه يغطي معظم المنطقة. أوكي بيخف بعدين تغطيته لكن حطي مدرسة توصل الكهرباء بينهم. حطي محطة باصات. لا طبعا ما بحط محطة باصات الحين. بحطي يبون كهرباء. هاي يتم الكهرباء. يبون مقبرة. المقبرة مش مشكلة بتوصل لهم كهرباء فالامور طيبة. ونبى حديقة. ملعب كرة سلة طبعا. ملعب كرة سلة. المشكلة انا ما بأخرب الارض كاملة. هاي يوم اقولكم
الكهرباء ما بتغطي كل مكان. اذا يعني الحين عندي كهرباء هني، بتبين لي اكثر لاني باني محطة كهرباء هني، بس من غير محطة كهرباء فعلية ما ينفع الوضع. كريشن ستيتس امورة طيبة، امورة طيبة. الحين في شيء ثاني نبا، طبعا هاي بدون هاي واي بدون شيء، امورهم طيبة، مضروب الوضع. تنكم الهاي واي شو بنسوي فيه؟ نسوي فيه حركة، بنستعمل تصاميمهم. مع اني مش مرتاح لفكرة اني استعمل تصميمهم الصراحة ابدا. I'm sorry. زين بدل ما اسوي، ليش ما اسوي دوار اساس اوصل منطقتين، لان بيب قطار. شو رايكم اسوي دوار الجسر بدل الجسر هذا، لان منطقة ثانية بعد بنبنيها. اوكي بنسوي ندور، بوصل الشارع العام. شوف الوضع يباله تفكير ترى، اخبركم الوضع يباله تكتكة من الخاطر. اوكي زين، بس افكر في هذا بعدين. هذا اللي بيدخل، هذا اللي بيطلع، ما حد يستهبل علي ويقول لي شو هاي، شو هاي وياه هذا. زين اللي انا ابغى طبعا الهاي واي اسرع ترى على فكرة، عشان تعرفون سرعة الشارع العادي تفرق عن سرعة الهاي واي، وهاي على اساس الناس ما توصل وتتوهق. شو بسوي؟ حاطي له مفترق يعني، ها خلنا نوصلهم في بعض على اساس الواحد يا هني ما يتم واقف، يقدر يرجع يتير. يمكن الشباب بيروح مكان ثاني ولا شيء ثاني، العوزة ليش؟ زين شو الحكم اني اخلي صناعيه للطرف هذا؟ انا بخبركم، ابى احط قطار، ابى اخذ لين قطار واحط قطار هني، بس القطار راح يكون مزعج، وايد مزعج راح يكون القطار بشكل فظيع. احط الدكاكين لحظه، الحين بتم ازيد مع الاحتياج شوي 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 شوي. هني بيوت، نزل تحت هني البيوت، هني مفروض كان الدكاكين، بس ما يضر شوي، ما يضر دام ان هاي دنسيتي فوق اهم شيء. زين ابا احطي حلول القطار، يعني الكارغو ولا كل الشحنات اللي توصل عن طريق القطار، بس مزعج يخرب بيتها. اوكي بعد ما اوصل حلو، شو بسوي انا؟ امسك القطار، القطار ليش ما في كهرباء هذا؟ بوصل اتجاه واحد، الاتجاه واحد شو بيسوي لي؟ بيخلي قطار الحمولة ييني. وشو يسوي قطار؟ انا بخبركم، خلونا نحطي
كان محتاج مسافة شوي أكثر. الحلول الجديدة شوي بحاول أخليها شوي مختلفة. لأن الحلول القديمة فعليا ما كانت 100% مثل ما تقولون حلول فعلية يعني. هذا الخطر جيد جدا جيد جدا. ها بخلص الحلقة مال اليوم، بكمل بعدين لأن طولنا. فحياكم الله لليوم.